اكيد برضو ان هيبقى في بدايه هجوميه النهارده من الكابتن حسام حسن، لان التشكيل فيه اسامي كتيره جدا بتشتغل بشكل هجومي. امام عاشور، زيزو، محمد هاني النهارده هيطير مع صلاح مع تريزيجيه، شكل هجومي بشكل جامد بشكل كبير النهارده بيبدا بيه كابتن حسام حسن وبيشتغل ورا بثلاثه. مظبوط، وده يعني زي ما قلنا وميدو قال ان دي مغامره من كابتن حسام، الفتره كانت قصيره جدا. هل اللعيبه حافظه ده ولا لا؟ ده اللي ان شاء الله هنشوف الملعب، واتمنى اللعيبه تكون حافظه الطريقه اللي قالها كابتن حسام. لكن في الاخر الطريقه دي فيها يعني واجبات هجوميه كتير جدا، وفي نفس الوقت الشق الدفاعي لازم اللعيبه تقوم بدورها في الناحيه الدفاعيه. زي ما قال ميدو، لازم نستغل البدايه، لازم نستغل حماس الجمهور، لازم نستغل الفرحه والبهجه اللي فيها الشعب المصري بفوز نادي الزمالك بالكونفدراليه وفوز النادي الاهلي بدوري ابطال افريقيا. فالحاله المعنويه والنفسيه بالنسبه للجمهور عاليه جدا. ان شاء الله بمنتخب مصر يكملها النهارده بالمكسب. صلاح ليه دور كبير جدا جدا مع اللعيبه النهارده. مصطفى محمد واحد من المهاجمين الاقوياء جدا اللي بيشتغل بشكل جيد، لازم محمد هاني يشغله بالعرضيات عشان يقدر يستغل الـ 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 الكرات العرضيه بشكل جيد. مصطفى بيلعب بدماغه بشكل جيد. الناحيه الثانيه تريزيجيه يقدر يدخل لجوه ويسدد. امام عاشور وزيزو يستغلوا التسديد من خارج ال 18، دي نقطه مهمه جدا. في البدايه لازم تحط ضغط عالي على منتخب بوركينا فاسو، لازم تحسسهم ان خلاص المباراه مش هتخلص، المباراه هنا خلصانه لمنتخب مصر، مفيش اي فرصه ليهم ان هم يكونوا موجودين او يحققوا اي نتيجه ايجابيه مع منتخب مصر. ده بيبقى احساس طالع من لعيبه تقدر توصله للمنافس.